شافت الشباك اللي جايبه لنا الكافيه دي. يا دي النيل عليا وعلى اللي جابني في يومي الاسود. يا بت يا بت تعملي اي حاجه بدل الوقفه المنيله دي. اهدى 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 اهدى. هو فرح بنت قنديل بينصبوا له من دلوقتي؟ فرح ده ان شاء الله احسن من الفرح 100 مره. يا اختي ما انت عارفه شارع عبد العزيز طول عمره زحمه، عامل زي المولد اللي ملوش صاحب. شارع عبد العزيز النهارده ياما طلع له فص الماس. فين يا اختي فص الالماس اللي طلع له ده؟ ما هو ياما في وشك اهو. اعمتي مش شايفه اليافطه الحمراء اللي عمالين ينصبوها؟ يا اختي ما كل يوم بيفتحوا محل ويقفلوا محل. محل مين ده؟ زيزو المعلم، زيزو على السن ورمح الكهربائي. ده كان زمان، وان شاء الله هيجي اليوم اللي يجي على ادخن معلم ويقوم لسعه على قفاه. معلم مين يا بنت اللي هيلسعه على قفاه؟ ما قلتلك 100 مره فوق لنفسك بقى، قلتلك 100 مره السكه دي اخرها سد. يما لو سد هسلكها لك، ما تخافيش هسلكها. مش ده الواد اللي ما كانش عاجبك انت وابويا وبتقولوا عليها لقمه طريه؟ طب اهو واقف اهو سبع، بصي سبعة اهو، وبيفتح محله وهيبقى سيد الرجاله ان شاء الله. المهم ابوكي والرجاله اللي زيه هيسيبوه؟ قولي لي يا بت، الكهرباء اللي انت طالعه بيه السما ده، يا ترى انت ماليه ايدك منه؟ يعني هيجي لغايه هنا ويطلبك من ابوكي؟ يما هي الكوتشينه مش بتتلعب ايه؟ ورقه ورقه صح. طيب اهو ما نطلع بالورقه الاولانيه عشان تكر وتسحب معايا في اللعب. العبي يا اختي العبي، ما نشوف مين اللي هيقش. ما هي دي الورقه بقى اللي هتفتح لي الدور كله. ممكن افهم حضرتك بتكلمي مين في التليفون؟ رد عليا يا بت قبل ما اخلي نهارك زي وشك. ياما اصبري شويه اصبري، وبعدين طالما زي وشي يبقى هيبقى ابيض وزي الفل ان شاء الله. ايوه يا متر، ازيك يا اخويا سناء الشرشبي؟ مش كده؟ احفظني شويه. امتى يا متر؟ والنبي صحيح يا الف نهار ابيض، هتكتبها النهارده؟ انت بتكلمي مين يا بيت؟ لا ما تبعتليش حاجه على عنواني، انا هعدي عليك. اجيلك امتى؟ حاضر قبل المغربيه ان شاء الله. سلام عليكم. حرام عليك يا سناء، انا بقيت عايشه معاك يا بنتي في فيلم رعب. خلاص بقيت عامله زي الاطرش في الزفه، ما بقتش فاهمه حاجه. انا مش مسؤوله عنك، انا هبعت اجيب ابوك يرقعك علقه موت عشان اخلص. والنبي تخرج ابويا من الموضوع ده خالص. وعلى فكره انا عارفه سكتي كويس. طب ما تعرفيني سكتك، ده امك حبيبتك. رايحه فين يا بنت؟ يما نازله اعمل الواجب، نازله بارك للراجل على المحل بتاعه، نازله بشره بالورقه اللي هتوصل لي النهارده. ورقه ايه يا بنت؟ ريحيني. ورقه طلاق يما. يخرب بيتك، طلاق؟ طلقتي نفسك يا بنت؟ لا ما تخافيش، هو اللي اتحطت فوق رقبته الجزمه القديمه لغايه لما طلقني. ولا انتوا كنتوا عايزيني استناه لغايه لما يطلع من السجن ويشبهني معاه؟ ولا تلاقيني عايزه اقعد جنبك لغايه لما اخلل؟ لا لا خلاص، انا ما بقتش مسؤوله، لازم ابوك ياخد خبر. يا ناري يا خوفي، لو ابوك ياخد خبر هينيل عيشتي انا قبل عيشتك. اروح منك فين يا سناء يا بنت بطني؟ اروح منك فين؟ السلام يا شرشبي، اما انا النهارده متكيفه منك بشكل بعد اللي عملته. ياه المره دي مجنونه ولا ايه؟ اقول لها سرت 5 اشهر من مكسبي عشان اخوها تقول لي متكيفه قوي من اللي انت عملته. امال كنت هتسيب الواد يطرد من شغله؟ طب وديني لو كان ده حصل ما كنت خلصت مني. انا مش فاهم اعمل فيكوا ايه يا بنت. هتطير البرجين اللي باقيين من نافوخي، اخوك خد الفلوس وانت تطير البرجين، انا همشي عريان وامشي في الشارع اهبل كده يعلقوني ياخدوني صنايعة المجانين. ايه ده كله؟ على ايه يعني؟ ايه خلاص مش طايق لي كلمة؟ طب وديني اللي همشي. مع ألف سلامة، وياك أشوف وشك كده ثاني يا بنت نعمة. ليه كده يا أم النانوس؟ ده أنا عمالة حتى دافع عنه، خليكي محضر خير. وبعدين لعلمك اللي خسرك ده كله عمايلك السودة عشان تقف في وسط الشارع اللي عطيه تقول هات المسدس يا عطيه. حد يجيب طبنجه فرغها في نافوخها واخلص. نعمل ايه بس؟ مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة، والقلب ده عيلة. خلاص رقت هديت خلصت الشويتين بتوعك. ارغي يا منى النوس، عاصم لازما يتجوز بنت لطفي.
ايه اللي لزمها يعني؟ بعد اللي حصل ده كله يا شرشابي لو ما اتجوزهاش تبقى كرامتنا اتبعترت في الشارع كله. ياما ايه علاقة كرامتنا بانه اتجوز بنت لطفي ولا ما اتجوزهاش؟ انا مش ههدى ولا يهنالي بال غير لما عاصم يتجوز لبنى. اياكش يطلقها بعد اسبوعين بس يكسر نفسها ونفس الواد الكهربائي ده. كهربائي؟ بابني ابن الشرشابي اللي انا صرفت عليه دم قلبي لغايه ما بقى في المنصب المهم اللي هو فيه ده بيتنافس مع الكهربائي. طب يا اختي خلي الكهربائي يتجوز بنت لطفي يعني ما فيها انا اجوز ابني لبنت الهوى. ماشي يا شرشابي بس برضو هنعمل اللي احنا عايزينه. اما يجي بالسلامه يا اختي بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه.